تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم ثنائية جمعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع معهد الإدارة العامة بيبا، ترمي إلى تنفيذ مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب 400 متطوع من المنظمات الأهلية عن بعد لمنح شهادة احترافية في إدارة أموال المنظمات الأهلية، وذلك على مدى 12 شهرا. وتأتي المذكرة التي شهد التوقيع عليها سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بناء على تعاون وثيق بين عدد من الداعمين الرئيسيين، وفي مقدمتهم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف البحرين المركزي، واللجنة الوطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية، ممن لهم دورهم المميز في متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسيل الأموال. وتهدف المذكرة إلى تكامل الجهود بين الطرفين من أجل تعزيز وتطوير قدرات المنظمات الأهلية في مملكة البحرين على إدارة مؤسساتها التنموية بكفاءة من خلال المتطوعين بالعمل فيها، بما يكفل تمكينها من إدارة أموالها بشكل محترف، ومن حماية هذه المنظمات من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.